والله شارع الرشيد هو معلم من معالم بغداد الأثرية واللي يفتخر بها كل العراقيين عموماً وأهل بغداد خصوصاً، لأنه شارع يبعث الحيوية عند الإنسان العراقي وعند الإنسان البغدادي بالذات. ومرت عليه أحداث كثيرة، أحداث مؤلمة وأحداث مفرحة، بالإضافة إلى أنه ذكرنا بالمحطات الثقافية من السينمات ومن المسارح ومن حتى من كنا شباب ما نعرف نشتري ملابس إلا من شارع الرشيد. بالمناسبة هو أول مول صار بالوطن العربي هو أورز ديباك شارع الرشيد، فإحنا كنا سباقين بهذا الموضوع والآن انتشرت، بس إحنا اللي بدينا بهذا الموضوع الثقافي التجاري الحضاري، والحمد لله وشكرا.